لازم مكسب النهارده مهم لنادي الزمالك، واعتقد ان مكاسب كتيره لجوميز النهارده غير ال3 نقاط. المكسب اهم حاجه، ال3 نقط طبعا. انت في سباق الدوري للراجل لسه جديد، بيكسب كل ماتشاته، بيكسب بره بيكسب جوه. طبعا الاسماعيلي يعني بغير الاسماعيلي قصدي كسب اخر ماتشين في بطوله افريقيا والنهارده. زي ما قلت يمكن لحق، يعني انا كنت قبل الشوط الاول بين الشوطين قلت لك لازم تطلع سيف وينزل مصطفى، وعمل كده راجل فعلا، وتغيراته جوه الملعب عملت شغل كويس جدا. الـ 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 الفوز مع الزمالك او ال3 نقط دلوقتي مهمين جدا. الزمالك النهارده وان سايد جيم الماتش كله، ودي حاجه كويسه، لكن يمكن الفرص مش بنفس كميه اللعيبه اللي موجوده هجوميا. التوظيف بس بتاع اللعيبه لازم يبقى احسن كده، تحرك اللعيبه جوه الملعب ده المهم جدا. يعني في كام حاله يا سيف، يعني نقعد نتكلم شويه هجيبها لك، على فكره انك انت مش مهم يبقى عندك اللعيبه كتير برضو. يعني هنا مثلا بص، دي هنا اللعيبه كلها سيف واقفه، مفيش حد بيتحرك. بص هتلاقي زيزو في القلب هناك مش ناحيه اليمين، عمر جابر اللي في اليمين ده. بص هنا هتلاقي الكوره بترجع لورا واللعيبه كلها ثابته، اللعيبه كلها ثابته، محدش بيتحرك كتير من ورا الكوره. بص عشان كده هتلاقي مفيش خطوره، زي ما قلنا الشوط الاول نفس الكلام. بص هتلاقي اللي بيحاول يلعب من القلب، طريقه لعب كويسه من القلب، لكن في ظل الكثافه العدديه اللي موجوده دي الامور بتتصعب جدا. المره الوحيده الشوط الثاني اللي حصلت هتلاقي هنا عمر هو اللي بيحاول برضه، هنا لا هنا كان الزناري. بص الوحيد اللي الزناري بيحاول هتتلعب له، بس طبعا الراجل كان قطع. الوحيد هتلاقي دايما لازم حد يتحرك من غير كوره سيف، دي بقى اتعملت المره الثانيه في الجون. لو يجيب لنا الجون اهي، بص هتلاقي الكوره رجعت لورا، دي حاجه دي برضه نفس التفصيلات. يعني بص هنا دونج على فكره عمل ماتش كويس جدا جدا جدا، عجبني. بص هنا عمر بقى اول ما اتحرك من غير كوره ودونجا شايف، بص ده اللي كان المفروض يحصل في كل، يعني في معظم الكور لازم تعمل كده، لازم الراجل اللي بره ده يتحرك من غير كوره، او حد من القلب يتحرك من غير كوره، تتلعب له او تتلعب لحد غيره ان انت بتفضي مساحه. ده الشغل اللي هو برافو عليه انه بيعمله، عمر عملها كويس جدا، اشتغل عليها كويس، اكيد بيتمرنوا عليها كتير، لان الزناري لما كان موجود عملها بس ما اتعملتش الكواليتي صح بتاعتها. دونجا عملها حلوه قوي 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 على فكره، دونجا من اول ماتش النهارده هايل، هو اللي قايم نص الملعب بشكل كويس جدا. فلازم اللعيبه ما تستلمش على طول في الثبات، ما تستلمش في رجليها. ماشي استلم في رجلك، لكن وانت بتستلم في رجلك لازم حد تاني يتحرك، وده التحرك اللي عمله عمر هايل، وده اللي خلق مساحه، وده مع الفرق اللي دايما واقفه ورا يا سيف لازم تحاول تخلق مساحه لنفسك، تخلق مساحه ان انت حد ينزل وانت تقطع من وراه، زي ما بنشوف في مانشستر سيتي، تلاقي ووكر والدنيا قافله بيروح قاطع، تروح ملعوب باله من رودي، خلاص بقت كوره جديده. فلازم عمل تحرك عمر هايل واشتغل عليها كويس جدا، وهو الزمالك يستحق بصراحه. يعني هارد لك للداخليه، عملوا دي جيم دفاعي، ومجدي كحارس مرمى عمل ماتش كويس قوي، خد مان اوف ذا ماتش. حارس يمكن السنه دي ما بقاش بشكله كويس، لكن الزمالك يستحق الفوز، والنتيجه مهمه قبل الماتشات الجايه يعني.